نكون معانا مكالمة مهمة مع الإعلام الكبير وكابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر الكابتن أحمد شوبير. مساء الخير يا كابتن أحمد. بالاخير يا كابتن خالد، اهلا بيك، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدينك الكرام، والبقاء والدوام بالله في صديق العزيز خالد برضه. كابتن شوبير، انا اعرف حضرتك عن قرب، يعني انا عارف ان كان ليك علاقات مع دكتور خالد توحيد. كان اي ايه هي العلاقه، او هي ما يميز العلاقه بينك وبين الدكتور خالد توحيد؟ يعني انا وخالد الحقيقه اصحاب من زمان قوي، يعني ممكن تقول من اكثر من 30 سنه مثلا. يمكن انا بدات فرقه العجيبه، انا مواليد 28/9/60، خالد مواليد 28/9/61، نفس اليوم، وخالد بلدياتي كمان من الغربيه. فسبحان الله بدانا مع بعض، يعني شبه بدانا مع بعض. يمكن انا ما اتعرفت عليه في النادي، سواء كان طبعا صحفي الاول وبعد كده الاهرام الرياضي، كان مسؤول عن ملف كره القدم. فمن البدايه كان معايا، حتى لما كانوا ساعات البعض كده يقول لك اصل خالد زملكاوي، يقول لهم ده استشهدوا بشوبير. دي حقيقة. من اول يوم مع بعض، يعني ما شفناش بعض الحقيقه. خالد كان حاله خاصه، يعني خالد كان صحفي، كان اعلامي، كان زميل، كان صديق. وإحنا على فكره علاقتنا اسريه، يعني انا واولادي واولاده واختي واخته، علاقه قويه جدا. حصل لنا فتره كده حصل فيه اختلاف وجهات النظر، قعدنا شويه واللي صالحنا على بعض كان زوجتي وزوجته، يعني كمان ساعتها ما شاء الله عمق العلاقة الكبيرة اللي بيني وبين خالد، يعني وهو جاري حتى في البحر الشمالي لما حب يشتري، وكانت يعني الحاجات ساعتها لسه ما غليتش قوي بالشكل ده، قلت له انا هجيب لك حاجة كويسة عشان برضه يبقى جاري، اشاور له كده ونضحك ونتقابل يعني بالصدف هناك. فخالد عارف صاحبك، عارف حد صاحبك قوي، حد يعني انا كان عندي، انا عندي في حياتي ثلاثة أربعة يعني بستشيرهم بأدق أسرار حياتي وأدق مشاوير حياتي، يعني خالد توحيد واحد على رأسهم، يعني لا علاقة قوية جدا. لا خالد صاحبي، أنا مش عارف أوصف لك إزاي. لا أخوك وصاحبك، أنا عارف كابتن حضرتك يعني حبيب الكل. طبعا يعني فاهم، أنا ماليش يعني الناس كلها الحمد لله والشكر ده، بس المقربين قوي مني خالد واحد من الخمسة دول، يعني صاحبي جدا، مقاطع بيا، مأثر بيا قوي. كان واحد من رواد الإعلام الرياضي اللي هو مش اختلاف في وجهات النظر، ما كانش بيطلع يهاجم، كان دايما بيتكلم على الرقي في الاعلام الرياضي يا كابتن شوبير. لا خالد راقي. خالد شخصيه راقيه، طبيعته حتى في حياته راقيه. لما تولى المنصب كرئيس تحرير الاهرام الرياضي راقي. لما كتب مقالات وكتب كتب، يعني خالد على قد اهلاويته كتب كتاب 90 سنه زمالك مثلا. تمام. ده خالد توحيد يعني. شخص. وبعدين خالد لما كنت تستضيفه كنت تستمتع بقى، يعني مش جاي على الهواء يصفي حسابات مع حد، ولا عنده حاله غضب من حد فطلع يطلع ده على الشاشه. لازم نتكلم قبلها بثلاث ايام، طب قول لي بس عشان ايه، ارتب نفسي هتكلم في ايه، هنقول ايه، هنعمل ايه، الدنيا تبقى ماشيه ازاي. يحب يبقى عارف المواضيع. لا شخص راقي، شخص عنده كابتن شوبير. كابتن شوبير، اكيد انا متاكد حق في موقف اكيد ما تنساهوش مع دكتور خالد توحيد، اكيد. لا يعني انا وخالد مواقف رهيبه، يعني كتيره مواقف انا لا يعني خالد انا مثلا ممكن حكيته الصبح في الاذاعه بس برضه احكيه تاني. اتفضل. احنا كنا في تونس المنتخب الاولمبي، وكنت انا مدير الفريق، وكان يعني الفندق كان جالنا عوض زياده يعني، وخالد كان طالع معانا صاحب يعني. فانا قلت خلاص طالما عوض زياده يعني قلت يعني كان خالد كان هو الصاحب الوحيد اللي طالع يعني. تمام. فقلت خلاص يا جماعه يبقى لخالد يعني. وبعدين فوجئت لقيت ثوره في الريسبشن، في ايه؟ لقيت خالد بيتخانق انه الحساب مدفوع. فقلت له خالد احنا عندنا اوضه زياده. قال لي لا انا طالع على حساب الكورنيش. قلت له يا عم عندنا اوضه زياده، يعني انا ما دفعتش حاجه من جيبي ولا. قال لي لا 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 انا هدفع لو سمحت، ادفع حسابي بالكامل. كده مش هينفع، العلاقه اللي بيني وبينك هيبقى فيها مشكله. ده حصل. قلت له لا، على ايه؟ خلاص مش داعي يعني. لخصت يعني حاجه، خلي بالك دي نقطه مهمه جدا تبين لك شخصيته، معدن البني ادم ده. كنا في جنوب افريقيا، عفوا اتفضل، كنا في بوركينا فاسو بطوله الامم الافريقيه، والمنتخب كان ساعتها ما حدش مرشحه لحاجه، فخالد كان معانا الحقيقه. نفس المشكله، كانت مشكله الاقامه و و و كان صعب هناك، الفنادق كانت قليله شويه والدنيا كانت صعبه شويه. خالد ولا يحسسك بازمه ولا يحسسك بمشكله، ما افترقناش طول فتره البطوله، وكنا
على ما اكتشفنا مطاعم نروح ناكل فيها، وكان يصمم انه انت هتدفع يوم وانا هدفع يوم وهكذا. لا خالد راقي، يعني الرقي بمعنى الرقي والاحترام كمان. حتى ابنه لما جه ابنه بسم الله ما شاء الله علي مهندس علي عشان يشغله ما يعني ما قالش لحد، ما طلبش مننا حاجه خالص ان احنا مثلا لا 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 لا, لا خالص. بعدين كلمني قال لي علي اشتغل في كذا الحمد لله لوحده من غير ما يسال حد حاجه. يعني معيد في الجامعه دلوقتي على فكره كان قارئ جيد للقران، يعني كتير ما تعرفش ده. خالد كان محافظ جدا على تلاوه القران الكريم، دي حقيقه يعني في اوقات كتيره جدا القناه كان بيعمل كده. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى كرمه بالموتى دي اللي ربنا يكرمنا بيها كلنا يعني. يا رب. وهو ساجد يا كابتن، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. ساجد لانه خالد كان يوم الصبح كده ليه طقوس تلاوات بيقراها ما شاء الله دايما، لان احنا ما كنا في السفريات دايما كنا يعني ما بنسيبش بعض يعني على طول. رحمه بالك شخص عطوف قوي على اسرته يعني ولاده وبيته يعني واكلين قلبه عايز يطمن هكذا. لما مسك قناه النادي الاهلي يمكن انا اول واحد بلغته عايز اقول لك ما قالش غير كلمه واحده، قال الحمد لله والشكر لله ربنا قدرنا. خالد يمكن انا عمري ما قلت له دكتور ولا عمره قال لي يا كابتن، يعني كان دايما من غير القاب كده قال لي المهمه صعبه يا شبير، قلت له خالد توحيد قدها وقدود، قال لي ادعي لي، قلت له ربنا معاك وربنا يوفقك. بس كان فرحان لانه كان حاسس انه كان رد اعتبار لي. انت عارف هو خالد دي حقيقه قناه شكلي ما كانش لطيف، هو كان عمل طفره الحقيقه كبيره جدا، عشان كده كانت الاعباء كبيره عليه شويه يعني. كابتن شوبير اخيرا كلمه لاسرته وزملائه في الوسط الرياضي والصحفي والاعلامي، كلمه اخيره ليهم. شوف اللي حصل النهارده في او اللي حصل امبارح في المستشفى، لان انا يمكن انا من القلائل اللي دخلوا له غرفه النعاش مع الاستاذ ماهر ابو طالب مدير المستشفى، شخصية محترمة بشكره جدا، والدكاترة دكتور محمد بدوي ودكتور تامر وكل الدكاترة الأفاضل. أنا عرفت من بالليل إن الحالة يعني صعبة، يعني بيسموها بلغة الطب هوبليس كيس يعني، دي حقيقة، وشرحوا لي الحالة كلها. لكن وجود الزملاء الأعزاء بهذه الأعداد الغفيرة، وجود الكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل اللي بوجه لهم التحيه، لانه كابتن الخطيب حتى قال الكلمه دي وانا قاعد، يعني الاستاذ ماهر مدير المستشفى قال له لو الامر يتطلب طائره مجهزه ويسافر دلوقتي احنا هنجهزها في ساعات تكون جاهزه، ما عندناش مشكله. ده النادي الاهلي حاجه والله ده حصل قدامي. ده النادي الاهلي يا كابتن شوبير، ده النادي الاهلي امام عيني يعني. فقال له والله يا كابتن يعني طبعا الدكاتره، شوف كلام الدكاتره، الدكتور قال له احنا كابتن عشان ننزله يعمل اشعه من الدور الثاني للدور الاولاني كنا مرعوبين، لان القلب كان توقف 3 مرات والحاله كابتن ما نقدرش ما تستحملش ان احنا نحركه خطوه واحده يعني. فمظاهره الخير والحب اللي حصلت مع خالد، انا اصل خالد بالنسبه لي ما يعني في ناس ما بتغيبش يعني، بالنسبه لي دايما بتكلم عنهم بصيغه الحاضر لانه خالد علامه بارزه يعني. دي حقيقة. يعني ربنا يرحمك يا خالد ويحسن اليك ويجعل ختمتنا زي ختمتك يعني، لانه الحقيقه يا رب انا فعلا يعني ماسك نفسي بالعافيه وانا بكلمك. انا عارف يا كابتن، انا عارف حبي واحترامي وتقديري وصداقتي العزيزه للجميل خالد توحيد، ربنا يرحمك يا خالد. كابتن شوبير الاعلامي الكبير وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله الجميله اللي عملتها معانا زي ما